العمليات والقدرات اليمنية هاجس يؤرق الإدارة الأمريكية، وحشد القدرات الأوروبية والعالمية لاستهداف اليمن يتصدر أولويات واشنطن. الخارجية الأمريكية حاولت إقحام الموضوع على جدول اجتماعات مجموعة السبع في إيطاليا وتالياً في بيانها، لكن ذلك لم يفضي إلى نتيجة عملانية، إذ هيمن الرد الإيراني على العدو الإسرائيلي على كل الملفات والبيان الختامي. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ركزت على تشويه عمليات اليمن في البحر وفصلها عن سياقها الداعم لسكان غزة وإسناد مقاومتها بغرض وقف العدوان والحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. الإخفاق الأمريكي في دفع الدول المجتمعة لتبني مواقف عملانية مناهضة لليمن وعملياته في المسرح البحري يأتي في أعقاب امتناع دول أوروبية عن المشاركة في تحالف حماية العدو في البحر، وفي ظل تواصل انسحاب دولة تلو الأخرى من هذا التحالف. وفي هذا السياق أعلنت الفرقاطة الألمانية هيسن إنهاء مهمتها في البحر الأحمر ومغادرتها. وقبل هيسن كانت الفرقاطتان الفرنسية والدنماركية قد أعلنتا التوقف عن أنشطة حماية الملاحة الإسرائيلية، وهو ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا بدرجة رئيسة عرضة للخسائر المفتوحة على كل الاحتمالات. Thank you.